قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ غبيا بتخليها عن الاتفاق النووي، محذرا من عواقب وخيمة إذا وافق حلفاؤها على تمديد حظر الأسلحة. وشدد روحاني على أن رفع حظر التسليح عن إيران هو جزء من الاتفاق النووي، وأن السعي الأمريكي إلى عرقلة ذلك ستترتب عليه نتائج خطرة. على أمريكا أن تعلم بأن رفع الحظر التسليحي جزء من الاتفاق النووي، وفي حال تم تمديده تحت أي ذريعة فإن ردنا سيكون هو ما ذكرته في الفقرة الأخيرة من رسالة سابقة بعثتها إلى زعماء 4+1، وهم يعرفون بأن ارتكاب خطأ كهذا له عواقب وخيمة وسيجعلهم أمام هزيمة تاريخية. معنا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. الرئيس الإيراني يتحدث عن عواقب وخيمة إذا لم يتم رفع حظر التسليح عن إيران، ما الذي يقصد بهذه العواقب؟ يعني إيران لا تزال تمتلك الكثير من الأوراق ربما لتلعب بها فيما يتعلق بالاتفاق النووي، قد يكون أبرز الانسحاب من اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ولكن بالمجمل يمكن في ظل هذا التوتر الحاصل أو هذا الجدل الحاصل على خلفية رفع العقوبات عن التسلح بالنسبة لإيران التوقف عند نقطتين. النقطة الأولى هو لماذا الآن؟ لماذا يخرج هذا الجدل إلى العلن الآن؟ يخرج بسبب أن رفع الحظر عن التسلح بالنسبة لإيران في إطار الاتفاق النووي سيرفع بشكل أوتوماتيكي في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. لذلك لم يتبقى سوى بضعة أشهر أمام هذا القرار ليأخذ طريقه بشكل أوتوماتيكي حيز التنفيذ. وبالتالي الإدارة الأمريكية رأت في نفسها أنها مضطرة للتحرك بشكل أو بآخر للحيلولة دون ذلك، والوقوف في وجه طهران كي لا تتمكن من رفع الحظر عن التسلح فيما يخص هذا القطاع. أما السؤال الثاني ربما، ما الذي يحصل خلف الكواليس وما الذي يمكن أن يحصل؟ ما يحصل خلف الكواليس على الأقل هنا كما يقرأ الموضوع في دوائر صنع القرار الإيرانية هو أنها محاولة أمريكية للضغط على طهران لدفعها باتجاه مفاوضات مع الإدارة الأمريكية بعد فشل كل المحاولات السابقة حتى الآن في ظل العقوبات واستمرار هذه العقوبات. هي محاولة تدرك الإدارة الأمريكية أنها ربما لن تنجح لأنها لا تستند إلى أسس قانونية وحقوقية، إذ أن الإدارة الأمريكية منسحبة من الاتفاق النووي، والاتفاق النووي جزء من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يصادق على هذا الاتفاق. لذلك لا يمكن للإدارة الأمريكية بحسب المعنيين هنا في طهران والمتابعين لهذا الملف أن تحول دون رفع الحظر عن التسلح بالنسبة لإيران. أما ما الذي يمكن أن يحصل، هنا أعود إلى بداية الإجابة أو السؤال الذي طرحته، هو أن ما يمكن أن يحصل هو أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا ما لا تتوقعه طهران. وبحسب الرئيس الإيراني أنهم على تواصل حتى مكتوب مع رؤساء وزعماء الدول المواقعة على الاتفاق النووي للحيلولة دون وصول الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن في حال وصل هذا الملف سيكون هذا تماما نهاية نهائية للاتفاق النووي وموت نهائي له، وربما نتوقع خطوات أكثر من ذلك كانسحاب إيران من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي MPT. شكرا لك حازم كلاس مراسلنا من